ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبه المرد الازرق، وهنشوف بقى هيجيب لعبه بابجي ولا لا. بس بقى قبل ما ابدا ابحث عن بابجي، اعملوا لي لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نبدا. بس ثانيه، في حاجه. يلا نبدا. ماشي، هنروح لدي. هل الشخصية، لا. هل الشخصية مولودة في العراق؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب ألعاب إلكترونية؟ هي شباب، هي شكل. أيوة. هل تحترف الشخصية التمثيل؟ لا طبعا لا. هل الشخصية ذات بشرة سوداء؟ لا لا. هل الشخصية من أصول مصرية؟ لا. هل الشخصية لعب ماينكرافت؟ لا. هل تعيش الشخصية في السعودية؟ لا. هل الشخصية من أنمي دراغون بول؟ لا لا طبعا. هل من أصول، لا. هل تستخدم الشخصية الأسلحة؟ شكله بدأ بقى. هل الشخصية من لعبة فري فاير؟ هو قرب. لا. هل الشخصية عربية؟ لا. هل الشخصية في لعبة، هل الشخصية أصلع الرأس؟ تماما، شكله قرب يا شباب. لا. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل تضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ لا طبعا. هل الشخصية شعر الرأس؟ يعني ايه شعر دي لعبة؟ من الممكن. هل الشخصية جميلة؟ هل تتميز الشخصية بالقدرة على الاختفاء؟ لا طبعا. هل الشخصية شعر أسود اللون؟ شعر أسود اللي أنا لا أعلم. هل الشخصية يرفض إظهار وجهه؟ لا. هل تمتلك الشخصية هاتف؟ لا. هل الجمال من صفات الشخصية؟ لا طبعا. هل ترتدي الشخصية رداء أحمر اللون؟ رداء أحمر لا. هل يرتبط اسم العائلة الشخصية بالأسلحة النارية؟ إيه يعني؟ مش فاهم. انا لا اعلم. هل تمتلك الشخصية شعر نعم؟ لا. جابها شخصية من لعبة ببجي، بس هو ما قالش لعبة ببجي، قال شخصية. جابها يا شباب. ماشي، المحاولة الاولى ناجحة. هنبحث بقى عن، عشان كده افتكر، هنبحث عن ايه ده مش فاهم يا شباب. لا مش فاهم. نبحث عن ايه؟ مش اللعبة برضو، بس نفكر كده. نبحث عن ايه؟ getting over it. يلا هو اللعبة دي يا شباب، شفت عنها فيديوهات الناس كسروا الكيبوردات. هل الشخصية، لا. هل الشخصية مولودة في العراق؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب العاب الكترونية؟ لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ لا. هل الشخصية عربية؟ تستخدم الشخصية الأسلحة النارية؟ لا. هل الشخصية من عالم ماينكرافت؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ هل تقف الشخصية على قدم؟ لا. هل الشخصية عبارة عن مرد أو جني؟ لا مش قصدك أنت. هل الشخصية أنا لا أعلم. هل الشخصية جماد؟ هل الشخصية موجودة في لعبة جماد؟ هل الشخصية موجودة في لعبة ليست حقيقة؟ لا. هل تسير الشخصية على قدمين؟ لا برضو. الشخصية شكل أو هيئة لا طبعا. هتستهبل؟ لا. هل الشخصية أذكى؟ لا. هل الشخصية مفيدة ونافعة؟ هي أصلا عندها مخ، يعني أذكى مني إزاي يعني؟ هل الشخصية بدون أسنان؟ أنا لا أعلم. هل شاركت ألعاب في كأس العالم؟ لا. هل الشخصية من عالم الألعاب الإلكترونية؟
هل الشخصية ذكر؟ نعم. هل الشخصية موجودة في فورتنايت؟ لا. هل الشخصية شريرة؟ لا. ليه شريرة؟ هل تضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ بصراحة مش فاكر يا حطيت قبعة ولا لا. لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ لا. هل الشخصية شكل إنسان؟ أكيد أكيد نعم. هل الشخصية في لعبة فيه؟ لا. هل الشخصية بدون أقدام؟ أكيد. هل الشخصية بدون أقدام؟ هل ما عادة تبدلي ملابس زرقاء؟ لا برضو مش قصدي أنت بس. لا طبعا. هل تقاتل الشخصية باستعمال شكل الجبهة يا شباب؟ نعم أيوة. ده ما تمكن ليه يعني؟ المحاولة الأولى أخفقت. هل الشخصية عربية؟ لا. محاولة تانية بقى، محاولة تانية بقى، نشوف محاولة تانية هيجيبها ولا لا. يلا. هل الشخصية عربية؟ مش هو جاب لي السؤال ده أكيد. لا. هل تحترف الشخصية القتال بالأسلحة النارية؟ لا. هل الشخصية من عالم الألعاب الإلكترونية؟ نعم. تضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ لا. هل الشخصية في ماينكرافت؟ لا. شريرة شريرة. هل الشخصية شكل هي أو حيوان؟ لا. هل الشخصية شعر الرأس؟ لا. هل الشخصية عضلات مفتولة؟ من الممكن. هل تضع الشخصية قناعا على وجهه؟ لا. هل تستخدم الشخصية سلاسل في القتال؟ بشكل قرب. هل الشخصية مقاتلة؟ لا. هل تسير الشخصية في على قدمين؟ لا. هل الشخصية أذنين؟ ما شفتش عاد. لا أنا لا أعلم. هل الشخصية بشرية؟ نعم. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل تقتل الشخصية باستعمال نفس السؤال؟ هو نعم أدوس. نعم نعم برضو المحاولة التانية فقط. صح. هو قال لي تقاتل، قال لي تقاتل يا شباب، ما قال ليش اسمع، قال لي تقاتل. يبقى كده غلط. خلاص نبحث عن ايه؟ ما ممثل مثلا، ممثل فكرة. نبحث. يعني افتكر، بس افتكر اني ممثل. ممثل اني ممثل مش جاي في دماغ الممثلين. نجيب عمر ريد المقاتل. هل الشخصية متزوجة؟ لا. أنا لا أعلم. هل الشخصية عربية؟ لا. شخصية ما أعتقدش إن هي عربية يعني، ما أنا لا أعلم. هل الشخصية موجودة في لعبة ليست؟ لا. هل الشخصية شريرة؟ ليه شريرة؟ لا. هل الشخصية شعر رأس أسود اللون؟ نعم. هل الشخصية مولودة في العراق؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ نعم. هل الشخصية مسلمة الديانة؟ ممكن، ممكن احتمال يعني، مش متأكد. هل تحترف الشخصية الموسيقى؟ موسيقى ازاي هيطلع؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ لا. هل الشهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا. مرتبط؟ لا طبعا. هل تحترف شخصية التمثيل؟ نعم. هل الشخصية من أصول هندية؟ لا. هل الشخصية تحترف، هل تحترف الشخصية، هل في مسلسل تلفزيوني؟ هي مش مسلسل. هل الشخصية من المشاهير الصغار؟ لا. هل الشخصية شعر طويل شكله قرب؟ هل الشخصية أنثى؟ لا. هل تعمل الشخصية في مجال مرتبط بال، نعم. هل الشخصية من فريق شيلد؟ شيلد. لا. هل تضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ لا. هل حققت الشخصية بطل اتحاد المصارعة من قبل؟ ممكن. هل الشخصية مرتبطة بالموت؟ لا طبعا. هل الشخصية وش على كتف؟ لا. ممكن. هما هو جزء من، هل هو جزء من فريق ثلاثي؟ لا. هل الشخصية ذو جسم عملاق؟ نعم. هل الشخصية شعر رأسها العمر؟
الشخص فوق الأربعين، أنا لا أعلم. جابوا، الله علينا، جابوا يا شباب، جابوا، الله عليه، إحنا الأبطال. ياه جابوا، نحس إنه طول معانا شوية يعني، مش كده؟ نحس إنه طول معانا. فبصوا يا شباب، أنا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، اعملوا لي بقى لايك وسبسكرايب بقى عشان يوصل لكم كل جديد مني. يلا بقى وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا سلام.